اوكي اوكي حاليا الويبينار هو في حالة تسجيل. نبدأ بالسلايد اللي رانا فيه حاليا. أولا وقبل كل شيء أرحب بالجميع. نظن الصورة واضحة. واضحة واضحة الصورة. نعم، الصورة واضحة باشمهندس. الصورة الصوت واضح. أوكي. اليوم سوف نتحدث عن مسابقة ويكي تهوى أفريقيا، وهي نشاط عام يقوم به المجتمع الويكيبيدي كجميع النشاطات. أولا قبل كل شيء، اسمي باشوندا محمد، أنا من الجزائر، وأنا تابع أشارك ايوه في الفريق. السلام عليكم. أهلا، مرحبا. سمعاني؟ الو ألو، مرحبا. ايوه نواصل. سامعين؟ إذا كما كنت أقول لكم، أنا اسمي باشوندا محمد، أنا عضو في مجموعة مستخدمي ويكيميديا الجزائر، وعضو منظم في المسابقة العالمية لويكي تهوى إفريقيا. وأنا في ويكيبيديا أشارك فيها منذ عام 2005. وفي هذه الظروف الحالية التي نعيشها، وباء كورونا، توقفت كل النشاطات الشخصية التي فيها حضور المشاركين، وللمحافظة على سلامة المشاركين والمتسابقين وكل المجتمع في ويكيبيديا، ارتأينا أن نوقف الحضور كما قلت، وأن نعوض هذا بورشات أونلاين نستعمل فيها الإنترنت لنواصل نشاطنا ونواصل النشاط، ولا يجب أن نتوقف على كل حال من الأحوال. المهم، بخصوص الويبينار تاع اليوم، نحن اليوم سوف نتحدث عن مسابقة التصوير العالمية، وهي مسابقة ويكي تهوى إفريقيا. هي عبارة عن مسابقة تصوير، والهدف منها تمثيل أحسن لإفريقيا عبر ويكيبيديا. وويكيبيديا كما تعلمون هي موسوعة عالمية، فيها تتقاسم كل المعلومات بصفة يعني حرة ومتاحة للجميع، ويشارك فيها كل إنسان يرغب في إضافة معلومات إلى هذه الموسوعة الحرة. وكذلك لا ننسى أن المجتمع في ويكيبيديا يقوم بعدة نشاطات، والهدف من هذه النشاطات هي إضافة المحتوى إلى موسوعة ويكيبيديا. وبدأت الفكرة في هذه المسابقات كان وهو الهدف منه إضافة الصور، وكما تعلمون أن مقالة بدون صور ليس لها قيمة مثلما مقالة لم تحتوي على صورة. الصورة تضيف القيمة المضافة للمقالات في موسوعة ويكيبيديا. ومسابقة ويكي تهوى إفريقيا، نظرا لقلة المحتوى الذي يتعلق بالقارة الإفريقية الذي هو ضعيف جدا مقارنة بالقارات الأخرى، أوروبا أو أمريكا إلى آخره، فجاءت الفكرة هنا في 2014 لتنظيم مسابقة لجمع المحتوى مثل الصور والفيديوهات والملفات الصوتية إلى آخره. وبدأت مسابقة في 2014، وكانت تدور حول موضوع الطبخ. ثم في 2015 كان اللباس والحلي التقليدي، 2016 كانت الموسيقى والرقص، يعني كل سنة كان فيه يعني موضوع مختلف. 2017 كان فيه الناس في العمل،
يعني كل الأعمال التقليدية أو اليومية للناس. 2019 انطلقت المسابقة بسنة أخير، وكان السبب هنا هو يعني اختيار شهر تكون في المسابقات الأخرى، لأنه ليس هناك فقط مسابقة ويكي تهوى إفريقيا، هناك مسابقة ويكي تهوى المعالم التي تنطلق في شهر سبتمبر، ومسابقة ويكي تهوى الأرض التي تنطلق في شهر جوان، وهناك مسابقات أخرى ومسابقة تحرير ومسابقة كتابة إلى آخره. فكان شهر اختيار لشهر يناير حتى فبراير مارس كان المجال مفتوح هنا لإطلاق المسابقة فيه، وكان تاريخ مناسب لأنه لا تنطلق فيه نشاطات كثيرة، وكانت ناجحة في 2019 بانطلاقها لجمع صور حول موضوع الألعاب واللعب إلى آخره. هذه السنة 2020 كانت تتعلق ب ويكي المسابقة تتعلق بإفريقيا عبر الطريق، يعني هي تخص كل ما يخص الصور التي تتعلق بالطريق، يعني المواصلات ووسائل النقل إذا كانت التقليدية أو الحديثة التقليدية، مثل وسائل نقل الحيوانات، الحصان، الحمار، الجمل إلى آخره، وتصوير الطرقات والجسور إلى آخره. إليكم بعض الصور للمسابقات، الصور الفائزة في المسابقات الماضية. هذه في مسابقة 2014 التي حول الطبخ. إليكم هنا الصور التي تخص اللباس والحلي التقليدي، كانت صور رائعة. كانت هناك هذه صور في المرأة التي تلبس الحايك هنا في الأسفل، هي صورة جزائرية. صور كذلك الدول العربية، يعني كانت لها صور، يعني تحصلت على الجوائز الأولى. هذه صورة من مصر، رجل مسن يعزف على الناي. الناس في العمل، هنا كذلك صورة أخرى. إذا لم أكن يعني الحقيقة هي صور لصورة كذلك من مصر، يعني رجل يرعى الغنم. وهناك صورة رائعة تعجبني كثيرا، هنا رجل صياد يحمل قرش. 2017 هذه صور الفائزة في 2017. في 2019 كذلك، يعني كما نلاحظ، يعني دوما الصور يعني من العالم العربي يعني تترفع على المراكز الأولى. صورة للاعب هنا، أظن أن المصورة اليوم معنا كانت فائزة هنا. وفي الأسفل صورة لحصانين يجريان، هما يلعبان الفانتازيا. صورة من الجزائر كذلك فازت بالجائزة الخاصة. كتلخيص، في غضون 5 سنوات من ويكي تهوى إفريقيا، يعني لكي نرى يعني أن المسابقة قد تربعت على يعني على سمعة جيدة بين المسابقات التصوير العالمية وحتى في المجتمع الويكيميديا. يعني 466 ألف صورة مرفوعة كهبة من طرف 6213 مشارك. عدد الزيارات الشهرية تجاوز ال 15 مليون، يعني تقريبا 16 مليون مشاهدة للصور شهريا. كمجموع منذ 2014 225 مليون من المشاهدات منذ 2014، وهذا رقم معتبر. وتنظيم التظاهرات، يعني كالورشات والملتقيات والحفلات توزيع الجوائز، أكثر من 225 تظاهرة حول مسابقة ويكي تهوى إفريقيا تم تنظيمها في 23 بلد إفريقي منذ انطلاق المسابقة. وكانت المسابقة ولا زالت تجذب يعني المصورين ذوي المستوى العالي أكثر من 80% من كل سنة. ولا ننسى الصورة التي اختارتها اليونسكو، كانت إحدى الصور الفائزة في المسابقة لكي تعرضها في معرض الصور في باريس، وكان عنوانه السفر عبر التراث المهدد. أظنه في 2018 كانت
اليونسكو يعني استعملت هذه الصورة في المعرض في باريس، وكأدوات يعني تم تطويرها خصيصا لمسابقة تهوى إفريقيا، وحاليا هي تستعمل في باقي المسابقات، يعني تمكينها من يعني إضافة معلومات منظمة في الصور وتحديد التصانيف والملاحظات والتعليقات على كل صورة، وهذا ما يضيف يعطي قيم إضافية لكل صورة في ويكي تهوي إفريقيا في المسابقة. 2020 هذه السنة إفريقيا على الطريق، ويمكنكم الضغط أنه بإمكانكم الضغط، ولكن الرابط أمامكم هنا في موقع كومنس لصفحة الولوج، صفحة المسابقة سوف نراها بعد قليل. هذه الصفحة هي التي فيها شروحات وافية وكافية حول المسابقة. الآن السؤال هنا كيف نشارك في المسابقة ونحن باقيين في البيت، يعني في الظروف الحالية لهذه هذا الوباء الذي نعيشه يعني في كل أنحاء العالم. يعني فكرنا في عدة أفكار، ومن بين هذه الأفكار لكي نساعد المتسابقين مع أنهم باقين في البيت أن نمكنهم من المشاركة في المسابقة والمساهمة في إضافة المحتوى حول إفريقيا بصفة عامة. يعني أول فكرة كانت حول إضافة صور عبر الهواتف أو البحث عن صور في الأقراص الثابتة أو الحواسيب. الفكرة الثالثة هي تصوير الصور الورقية القديمة إذا كانت موجودة بالأبيض والأسود، يعني رقمنتها وإضافتها عبر تحميلها والمشاركة بها في المسابقة. وإذا لم يكن تتوفر الفكرة الأولى والثانية والثالثة، يمكننا دوما يعني أن نشارك عبر شرفات البيوت أو من سطوح المنازل، أو نحمل آلة التصوير أو فقط بالهاتف النقال ونقوم بالتصوير، يعني أو على عتبات الأبواب بدون أن نتنقل للخارج، أو نظل يعني فقط على مسافة يعني قانونية لكي نتفادى يعني المهم. هناك سؤال، يعني كيف نلتحق بمسابقة ويكي تهوى إفريقيا؟ ويكي تهوى إفريقيا هي المسابقة لتجميع الصور. يعني أولا يجب أن يكون عندنا يعني صور لنقترحها في المسابقة. النقطة الثانية هي يجب أن نختار أجمل الصور، يعني أن تكون الصور جميلة يعني تقنيا، لكي نطمح بأن تكون لها مرتبة من المراتب في المسابقة، ولما لا أن تفوز بأحد الجوائز التي هي 1000 دولار الجائزة الأولى، 800 دولار الجائزة الثانية، أو 500 دولار الجائزة الثالثة. وهناك جوائز خاصة في ما إذا كان عندنا يعني فيلم فيديو أو مقطع من فيديو، ولما لا أن تفوز إحدى الصور بالجوائز المحلية. والنقطة الرابعة والأخيرة هي استخدام أداة التحميل، الأداة السحرية، يعني أن نضغط فقط على هذا الزر ارفع الآن عبر الموقع commonswikimedia.org، ونقوم برفع الصور. لنلخص، يعني أول خطوة هي التقاط الصور أو تجميعها، اختيار أفضل الصور. خطوة ثالثة هي إنشاء الحساب على كومنس إذا لم يكن لدينا حساب، أو استعمال حسابنا المعروف الذي نعرفه نحن ونرفع. يعني كشرط، يعني يجب أن نرفع الصور تحت اسم المستخدم، وإلا سوف لن يكون للصور يعني لن تقبلها لجنة التحكيم. رابع خطوة هي رفع الصور. ما هي شروط المسابقة؟ هنا خليت العنوان بالفرنسي، لا يكون
كقاعدة أولى هي أن تكون جميع الصور المقدمة للمنافسة يجب أن يلتقطها المشارك بنفسه. يعني من المستحسن أو المحبذ أن تكون الصور هي قمنا بالتقاطها بأنفسنا، وهذا ما يجعلنا أن نستطيع أن نقدمها للمسابقة. القاعدة الثانية هي أن يتم تحميل هنا تاريخ، هنا هذا تاريخ قديم، ولكن التاريخ الحالي ل 2020، أن يتم تحميل الصور خلال المسابقة. حاليا قمنا بتمديد المسابقة ل 15 مارس أبريل، يعني الشهر الرابع 15 أبريل يمكننا رفع الصور، يعني باقي حاليا تقريبا 15 أو 16 يوم. وكقاعدة ثالثة، صورة الصور الموسوعة بعلامات أو توقيعات مضمنة سوف لن تقبل في المسابقة، يعني الصور أن تكون صافية ليس فيها أي توقيع، وتكون تحت رخصة المشاع الإبداعي، يعني الرخصة رقم 4. هنا نذكر يعني وكذلك القاعدة الرابعة، لكي تكون مؤهلا يجب تصنيف الصور ضمن تصنيف image from Wikiloc Africa. هذه انا اعتبرها يعني image from Wikiloc Africa 2020. واذا تم تحميل باستخدام معالج التحديث الرسمي سيتم ذلك تلقائيا، يعني اذا استعملنا معالج التحميل الرسمي سوف يكون ذلك تلقائي، وإذا لم نستعمل المعالج الرسمي نضيف هذا التصنيف، يعني Image from Wikiloc Africa 2020 وليس 2017. وأخيرا، لكي يتم الاتصال بك يجب على المشارك أن يدخل عنوان بريده الإلكتروني في تفضيلاته على الموقع ويكيميديا كومنز. ماذا يعني هذا؟ سوف نشرحه فيما بعد. هل من أمر آخر؟ يعني حاليا قبل أن ننتقل إلى القسم التطبيقي، يعني تطبيق هذا على الموقع، هل عندكم سؤال واحد أو اثنين؟ أجيب على سؤال واحد أو اثنين وننتقل إلى القسم الثاني. ألو، شكرا، عفوا. يعني هل كل شيء مفهوم أو لكي ننتقل إلى المرحلة الثانية؟ مرحبا. مرحبا، كل شيء مفهوم إن شاء الله. جيد، مرحبا، يعطيك العافية باشوندا، يعطيك العافية. تسلمي. عندي سؤال، هل شرط إنه تكون الصورة لها علاقة في أفريقيا ولا إنه عادي؟ الصورة يجب أن تكون لها طبعاً العلاقة بإفريقيا، ويكون لها علاقة بموضوع هذه السنة الذي هو يتعلق بالنقل والتنقل. يعني ياريت إذا كان عندك صور يعني تم أخذها في قارة إفريقية، مرحباً بك في شكراً الصور. العفو. إذا كان ما في سؤال، يعني أريد باش عندي سؤال صغير. تفضل تفضل. الصور المأخوذة مثلا أنا هنا في الجزائر ذهبت إلى دولة إفريقية وأخذت صورة، هل الصورة تكون حساب على الدولة المشاركة في الجزائر أو تكون على يعني في عندما يتم تحميل الصورة يقول من أي بلد أخذت هذه الصورة؟ لا، مشاركة الصورة سوف تكون للبلد. يعني إذا نعطيك مثال، أنا كنت في غانا، أخذت صورة في غانا، إذا وضعت الصورة في المسابقة، يعني حطيتها في المسابقة، سوف تعد على غانا، ولكن إذا فازت الصورة أنا صاحب الصورة وسوف أنا أتحصل على الجائزة. ايوه، ثم تكون على الدولة اللي اخذت فيها الصورة، المكان
هذا منطقي يعني، إذا كانت صورة من غانا أو من السودان أو من أي بلد إفريقي آخر سوف توضع على البلد، سوف تحتسب على البلد الذي أخذت منه الصورة، ولكن صاحب الصورة، ونعطيك مثال يعني الأخت عارين، يعني عارين هي نقول هي ليست من بلد إفريقي ولكن كانت في مصر مؤخرا، لو عندها صور من مصر ممكن أن تشارك بها في إطار مصر، وسوف تفوز إذا فازت، يعني إذا اختارت لجنة التحكيم واحدة من صورها وفازت. ماذا يعني هذا؟ أن الصورة سوف تفوز بها في مصر، وسوف تتحصل على الجائزة في مصر. يعني إذا كان هناك لجنة تنظيم محلية في مصر سوف تتحصل على الجائزة المحلية في مصر، وإذا تحصلت على الجائزة العالمية سوف تتحصل عليها لأنها هي صاحبة الصورة، يعني سوف يحصل على الجائزة صاحب الصورة وليس البلد. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. جيد. إذا سمحتم سوف ننتقل إلى القسم التطبيقي. السلام عليكم. سلام أخ بشندة. لدي سؤال عفاك. أولا قبل كل شيء شكرا على المجهودات الجبارة التي تبذلونها وما زلتم تبذلونها. فقط سؤال بسيط، تعريف بسيط. أولا أنا رشيد من المغرب، يعني وسؤالي كالتالي، غير هو يعني إذا أردنا مثلا أن ما هي المعلومات الضرورية أو الأساسية التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار عند رفع مثلا الكاتيجوريزيشن نتاع الصورة والبلد، هل هذه معلومات كافية أو لازم إدخال المعلومات كلها؟ ممتاز ممتاز. شوف الأخ رشيد رشيد يعني شكرا. أتكلم لي عليك أنس، قال لي تهلا فيك. الله يبارك فيك شكرا. المهم شوف غادي نديرو سوف نقوم بهنا يعني بتطبيق على الموقع، وإن شاء الله هنكون أجبت على الأسئلة. أوكي شكرا جزيلا لك. شكرا. حاليا هل الموقع يظهر؟ يعني موقع ويكيميديا كومنس ظاهر؟ نعم نعم. هاي تمام. يعني موقع ويكيميديا كومنس للذين يعرفوه والذين لا يعرفوه، يعني ممكن في يعني في إعادة شرح ثاني. المهم هذا شرح موجه للذين لا يعرفون الموقع. الموقع هناك يعني على اليمين هناك كما نرى يعني اللوجو ويكيميديا كومنس، يعني وكما نرى يعني عموديا الصفحة الرئيسية، الترحيب، البوابة إلى آخره، وهذه كلها يمكن أن نضغط عليها بالماوس بالفأرة ونفتح صفحات أخرى. الصفحة بالعربي موجودة هكذا، يعني إذا أردنا أن نغير اللغة يمكن أن نضغط هنا ونغير اللغة التي نريدها. وكما تشاهدون هنا هناك تقريبا حوالي 300 لغة كما هو يعني محدد، يعني إذا أردنا بالإنجليزي، الفرنسي، تركي، أي لغة نريد. هناك حتى لغات محلية موجودة، يعني تونسي، مغربي، جزائري إلى آخره. المهم أنا وضعت الصفحة اليوم بما أن الويبينار يعني باللغة العربية، وضعت الصفحة بالعربي. ولما نشاهد هنا في الفوق هنا في يعني على الخط الأفقي هنا غير مسجل للدخول، نقاش، مساهمات، إنشاء حساب إلى آخره. يعني هنا الصفحة صفحة ويكيميديا كومنس هو موقع تستعمله مواقع ومشاريع ويكيبيديا ومشاريعها الشقيقة يعني أخذ استعمال الصور والفيديوهات إلى آخره. هذه صورة اليوم، يعني هي عبارة عن فراشة. ولما إذا أردنا أن نقرأ هنا أن الأرقام الهندية
التي تستعمل في المشرق، يعني وهي عبارة وهي تقول يعني قاعدة البيانات تحتوي على 60 مليون ملف وثائق، يعني الموقع هذا يحتوي على 60 مليون، وهو رقم هائل يعني من الصور والوثائق إلى آخره. أولا وقبل كل شيء، كما قلنا يجب أن يكون المتسابق مسجل، وإذا كان غير مسجل يجب أن ينشئ حساب. إذا ضغطنا على هذا الزر اللي هو دخول، تظهر لنا صفحة. وماذا تقول هذه الصفحة؟ تسجيل الدخول. هنا اسم المستخدم هنا يظهر أوتوماتيكيا باشوندا لأن الصفحة التابعة إليه، ولكن إذا كان عندنا حساب ممكن أن نضع اسم الحساب وكلمة السر. إذا لم يكون لدينا حساب أين نذهب؟ نذهب إلى هنا، يعني المساعدة في الدخول. لا نضغط هنا المساعدة في الدخول. أوكي، الضغط على المساعدة في الدخول هنا كل ما نحتاجه لكي ننشئ حساب، ولكن هذا الآن لا يهمنا، يعني أبقى مسجلا الدخول، دخول الدخول. أين هي أنشئ حساب؟ ها هي، كانت هنا. ليس لديك حساب، يعني انضم إلى ويكيميديا كومنس، يكفي أن نضغط على هذا الزر وننشئ حساب. الطريقة سهلة ولا أراها صعبة، أرجو أن تكون سهلة بالنسبة إليكم. وكأرقام هنا يمكن أن نقرأ يعني عدد التحريرات 406 مليون تحرير، أكثر من 406 مليون، وهنا 59 مليون مقالة، وعدد المساهمين يعني 39، أكثر من 39 ألف مساهم. هنا نكتب اسم المستخدم، كلمة السر، ونعيد كلمة السر مثلا. وهنا هذا المجال هنا يجب أن نعطي البريد الإلكتروني لكي يتمكن الآخرون من الاتصال بنا في حال ما إذا كان يعني رغبة في التواصل معنا، في حال ما إذا مثلا واحد فاز كان فيها أي مشكلة، تصل إلينا الرسالة في أسرع وقت أحسن من. وإذا لم نضيف البريد الإلكتروني هنا سوف تصل الرسائل فقط في الموقع، وإذا لم نفتح الموقع لن نتمكن من معرفة ما إذا كان هناك شخص أراد أن يتصل بنا أو لا. وفي الأخير نضيف هذا الكابتشا ونكتبه، وإن عند الانتهاء نضغط على افتح حساب ويكون لكم حساب جديد في الموقع. بالنسبة إلي أنا ما علي إلا الضغط على الدخول بما أنه لدي حساب مسبق، وسوف أكتب اسم حسابي. هنا لا يظهر أي شيء لأنه لو كان لديكم الباسورد لي سوف تدخلون إلى كل شيء. هناك خطأ في، سأعيد تمام. حالياً أنا مسجل الدخول، وكما ترون هنا عندي ثلاث تنبيهات على ما أظن أو اثنين، لا يهم. الموقع هنا أمامكم، أنا حالياً مسجل، عندي هنا كما تلاحظون الرجل الصغير هنا عنده القميص أخضر، باشون ده هنا أمامكم هو مسجل الدخول. الانترفيس هنا يعني باللغة العربية، وكما ترون هنا البانر
الذي هو هنا الذي هو يخص مسابقة ويكي تهوى إفريقيا. ويكي تهوى إفريقيا يعني كما يقولون شاركونا صور في موضوع تنقل إفريقيا. يكفي أن نضغط على هذا البانر لكي نصل إلى صفحة الولوج وهو الموقع. حاليا الموقع هنا كما ترون الموقع هنا بالعربي والإنجليزي والفرنسي. ممكن أن تتابعونه بالإنجليزية أو الفرنسية أو العربية. كما ترون يعني شرح سريع للصفحة الولوج يعني هي بالعربي أولا. أوكي عندك main هي الصفحة الأساسية وتام اللي هو موضوع المسابقة how to أو rule يعني القواعد المسابقة إلى آخره ولوكال ايفنت يعني الايفنتات يعني المحليه يعني وكما شرحت لكم من قبل يعني احتفل بافريقيا على ويكيبيديا يعني هنا شرح على معنى ويكيبيديا ما هي كيفيه يعني اضافه الصور الى الموقع ما هي ويكي تهوى افريقيا هل هي مسابقه او ماذا متى تبدا متى تنتهي بماذا يجب أن نساهم يعني هنا صور ملفات صوت أو فيديوهات ليس فقط صور ملاحظة يعني تأكيد ممكن أن نضيف صور أو نضيف ملفات أو نضيف فيديوهات وإلى آخره وهنا أمثلة عن صور ليس ممكن أن يكون لديكم يعني أجمل من هذه الصور يعني مرحبا بمشاركتكم بصور أجمل من هذه و كي تفوزوا بالمسابقة ما هي الجوائز كما ذكرت لكم من قبل يعني الجائزة هي $1,000 للجائزة الأولى الثانية 800 الثالثة $500 وهناك فئات إضافية يعني $500 لتمثيل ثقافي وتقليدي للنقل الجنوبي للسوريين يعني هنا عبارة عن افضل صوره التي تمثل يعني الجانب الثقافي والتقليدي للنقل و $500 اخرى لافضل فيديو من ناحيه الجوده وجوده التركيب والى اخره الى اخره. هنا مجموعات المستخدمين المشاركه في المسابقه والشابترات والمجموعات الاخرى يعني ويكيميديا فاونديشن Unite for Heritage, Wiki Africa, Wiki in Africa, كذلك تشارك في تدعم المسابقة. أسئلة متكررة طبعا هي بالإنجليزي وهلب ديسك يعني مساعدة وميديا وتيم يمكنكم أن تضغطوا على كل هذه النقاط المختلفة. وفي هذا المكان يعني للتواصل الاجتماعي يعني مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك تويتر انستغرام لمتابعة المسابقة ولكي لا يفوتكم أي شيء. نرجع إلى المسابقة وكيفية المشاركة يعني رأينا هنا الموقع وكل ما هو يعني هنا كما نرى هنا يمكن أن نتأكد كم باقي من الوقت باقي 16 يوم وتسع ساعات قبل نهاية المسابقة وكذلك لو ضغطنا مثلا على تيم بالعربي مثلا صفحة أظنها بالعربي تفسير السيما أنواع الصور التي توضح جوانب السيما إلى آخره يعني هناك شروحات ليست هناك ترجمة كاملة ولكن يعني الأساسيات المسابقة موجودة هنا يعني كلكم تجدون يا إما الإنجليزية يا إما الفرنسية يمكنكم أن تجدوا ضالتكم في اللغتين الباقيتين. المهم نعود إلى كيفية رفع الصور يعني يكفي هنا بالضغط على Upload Now وهو زر سحري يعني حقيقة نسميه الزر السحري وهذا الزر يعني يأتي بنا إلى المكان الذي نبدأ فيه عملية رفع الصور ولرفع الصور هنا
نمر على عدة مراحل، على عدة مراحل يعني learn upload إلى آخره، release write describe data use. هنا لماذا هذه ليست بال، نخلوها بالإنجليزي ولا نغيرها بالعربي؟ المهم أقوم بتغييرها بالعربي، إذا كانت غير مفهومة يمكن أن نغير اللغة. هنا أظنه تغير إلى اللغة العربية واسمه الآن معالج الرفع. رجاء كما يقول هنا في الشريط الأصفر قم بزيارة كومنس مكتب مساعدة في حالة يعني أراد المشارك أن يكون له أن يحتاج إلى معلومات إضافية. أوكي، عندنا هنا زرين يعني تحديد ملفات وسائط المشاركة، يعني كما قلنا في المرحلة الثانية أن نحدد أحسن الصور والمشاركة بصور من فليكر. نحن في هذه الحالة سوف نشارك بصور هي ملكنا، يعني نضغط على الزر الكبير. فقط بالضغط على الزر الكبير ماذا سوف يكون لدينا؟ أنا من قبل جهزت بعض الصور لكي أشارك بها لكي نربح بعض الوقت. سأقوم برفع مثلا هنا موقع يعني موقف للتاكسيات، هنا موجود هنا في كما هو موجود في كثير من المدن الجزائرية، وصورة لسيارة هنا يعني صورتين يكفي، ونضغط على افتح. بالضغط على افتح ماذا نرى؟ سوف ترفع الصورتين، وماذا ماذا نرى كمعلومات؟ يعني عندما تكون هنا عندنا الزر الأخضر من هنا أو الزر الأخضر من هنا، سوف يكون عندنا يعني الإمكانية للمواصلة. مثلا إذا أردنا أن نضيف صورة أخرى، أضف مزيدا من صور، نضغط على الزر هذا ونضيف صورة أخرى، وسوف يفتح لنا نافذة اختيار الصور. أظنها لا تظهر عندكم ولكنها تظهر عندي. أين هي النافذة؟ لم تظهر. أين؟ ذهبت. رجوع. المهم نواصل. إذا ضغطنا على زر استمرار، إذا كنا موافقين على هذه الصورتين، وإذا لم نوافق على واحدة من الصور أردنا أن نحذفها من قائمة الصور التي نريد إضافتها، يمكن فقط أن نضغط على هذه أزل هذا الملف من قائمة الملفات، يعني أزل بالأحمر. وكملاحظة هذا المعالج يساعدنا على رفع أكثر من يعني حتى 50 صورة، يعني 50 صورة في مرة واحدة. هناك شرط، يعني أن يكون عندنا الأنترنت يعني بجودة عالية. في حالة ما إذا لم يكن لدينا أنترنت بجودة عالية، أنصحكم برفع يعني الصور 10 10، يكون يعني مستوى جيد. ولكن إذا كان الإنترنت بطيء ويعني سوف نتوقع أن تكون هناك صعوبات كبيرة في رفع الصور. المهم نضغط على مثلا هنا نزيل هذه الصور. ونضغط على استمرار. بالضغط على استمرار ماذا يقول لنا المعالج؟ يطلب منك هذا الموقع توفير معلومات إلى آخره، يعني أقر أنا باشوندا إلى آخره أنني سأضع هذه الصورة تحت الرخصة المشاع الإبداعي، يعني أن هذه العملية لا رجوع فيها. ما معنى هذا؟ يعني بمجرد أني وضعت الصورة التي أختارها في موقع ويكيميديا كومنز، سوف يكون من الصعب حذفها من بعد. حتى إذا تتمكنت من حذفها سوف تنتشر الصور عبر الإنترنت،
وسوف تكون يكون لها استعمالات مختلفه في مواقع اخرى. هذا اذا كان اذا لم يكن فوريا، فسوف يكون يعني بعد شهر بعد سنه. انا مثلا وضعت صور وبعد سنه سنتين وجدتها تستعمل منشوره في جرائد، مواقع انترنت، يعني كتب يعني سياحيه، كتب في المانيا، مواقع في كوريا الجنوبيه الى اخره. وهذا شيء يعني بالنسبه الي انا يعني مفرح، يعني افرح يعني واكون مسرور جدا لما ارى يعني الصور او المعلومات التي اريد ان انشرها يعني وصلت الى اماكن كهذه، وهذا جيد بالنسبه لي. ولكن لمن يريد ان يحافظ على يعني صوره، يعني يريد ان يحتفظ على الكوبي رايت للصور، عليه ان يفكر جيدا قبل وضعها في الكومنس. يعني الصور التي يريد ان يهبها الى الموقع ويكيميديا كومنس لكي تستعمل تحت رخصه المشاع الابداعي، ان يفكر جيدا ما هي الصور التي يريد ان يهبها للعالم وللمعرفه الحره، والصور التي يريد أن يحتفظ لها بحقوق تأليفه إلى آخره. وله كل الحرية أن يضيف في التعليقات في الصورة يعني عنوانه البريدي، الشركة التي يديرها إلى آخره، ولكن الصورة تبقى تحت رخصة المشاع الإبداعي. هذا شرط من الشروط لكي نتفادى يعني هناك من يريد أن يضع يعني توقيعات على الصورة. نواصل، نضغط على التالي بعد هذا التفكير يعني الطويل والممل. يعني ماذا يطلب منا؟ يطلب منا أن نختار عنوان للصورة. يعني العنوان للصورة من الأحسن أن يكون معبر على محتوى الصورة، لا يكون يعني قائمة من الأرقام، يعني 1 2 3. يعني عموما الصور التي نأخذها بالآلة التصوير أو بالهواتف النقالة يكون فيها فقط أرقام. من الأفضل تغيير هذه الأرقام لأن موقع كومنس لا يقبلها. فنعطي اسم مناسب للصورة وثم نختار التعليق، يعني موقف. أنا مثلا سوف أكتب موقف سيارات أجرة في الجزائر. ممكن أن أضيف شرح آخر مثلا بالإنجليزي أو فرنسي. مثلا نحن في المغرب العربي نكتب بالفرنسي كثيرا. إلى آخره، ولا يهم. يعني إذا أضفنا ملاحظة واحدة أو اثنين سوف نكون تأكدوا أنه سوف يأتي مساهمون آخرون ويضيفون يعني الكثير من التعليقات والملاحظات على الصور ويقومون بترتيبها. يعني أنا عموما أضع الصورة وأضيف لها تعليق أو تعليقين، يعني ملاحظة أو شرح طفيف، وبعد وقت سوف تضاف إليها تصانيف وتضاف لها الكثير من الأشياء. كما هنا في التصنيفات، يعني هنا يطرح علينا السؤال: اختر البلد حيث تم التقاط الصورة. سوف أختار هنا البلد الذي هو الجزائر. ممكن أن نضيف موقع جغرافي في حالة ما إذا كانت الصورة لا تحتوي على الموقع الجغرافي. ممكن أن نضغط هنا على طريقة إضافة الموقع. هنا لا يشتغل إنه بطيء نوعا ما. في المعلومات الأخرى يمكن أي معلومة أخرى تريد تضمينها عن هذا العمل. عموما اسم الصورة، الشرح أن يكون يعني شرح يعني معبر عن الصورة. في التصنيفات هي Image from Wikiloves Africa 2020 without category، يعني هنا اختار البلد حيث تم التقاط الصورة. سوف تضاف الكاتيجوري للجزائر، الخاصة بالجزائر، إلى هذه المنطقة، منطقة التصانيف.
وعندما ننتهي من كل هذا نقوم بالضغط على هذا الزر الذي هو نشر الملفات ونضغط. بعد انتهاء الإضافة ماذا سوف يكون لدينا؟ يعني موقف سيارات أجرة في الجزائر، إضافة بيانات وصفية هنا، ووصلنا إلى مرحلة إضافة البيانات، وهذه البيانات سوف تضاف إلى موقع آخر اسمه ويكيداتا. ما معنى هذا؟ يعني هذا الموقع ويكيداتا هو موقع يعني مهم جدا حاليا، وتهتم به مؤسسة ويكيميديا، وهو مرتبط بكل مشاريع ويكيبيديا ومشاريعه الشقيقة. الويكيداتا حاليا أضيف إلى موقع كومنز، وفي كل صورة نضيف يعني احنا نسميها بالانجليزي ستركتشر داتا او بالفرنسي داتا ستركتوري. ستركتشر داتا مثلا نريد ان نضيف عنصر هنا في ويكيبيات، يعني في الصوره نلاحظ سيارات، نكتب سيارات، سياره مثلا، سيارة، ويبحث يعني ويقول لك مركبة على الطريق ونضغط عليها. هذا سوف يساعدنا في سوف يساعد في المستقبل على المستعملين في جعل هذه الصور يتم العثور عليها بسهولة كبيرة، ويضاف إليها تصنيف سيارة. ممكن أن نضيف يعني بيانات أخرى، مثلا تاكسي، التاكسي مكتوبة جيدا، سيارة أجرة، نعم تاكسي، أضفنا سيارة تاكسي أجرة. ممكن أن نضيف مثلا جزائر، هذه ثلاث بيانات يعني صفحة توضيح الكيمياء، جزائريون ولماذا؟ ثلاث بيانات يكفي، يعني ممكن أن يأتي أناس آخرون ويضيفون بيانات أخرى، ولكن في موضوعنا هنا يعني ثلاثة تكفي. وفي الأخير وصلنا إلى آخر مرحلة هي نشر البيانات، نقوم بالضغط على هذا الزر، وعند هذه المرحلة تكون البيانات قد تم نشرها، ويأتينا يعني يقول لك هنا شكرا على المشاركة في المسابقة، سيقوم المنظمون بإضافة الصور إلى المقالات المناسبة. ما معنى هذا؟ سوف يقوم بإضافة صور في المقالات المناسبة. يمكنك استخدام هذه الملفات على الويكيات، كما قلت لكم يعني هذه الصور سوف يتم استخدامها في المواقع في ويكيبيديا والمشاريع الشقيقة، وسوف يتم استخدامها في كامل شبكة الانترنت لكل من يحتاج هذه الصور، يعني أن نكون على علم على هذا. إذا أردنا أن نرفع المزيد من الصور يكفي أن نضغط على هذا الزر هنا، أو نرجع إلى الصفحة الرئيسية للويكي. إلى غاية هذا الحد يعني نظن أننا أتممنا يعني الـ يعني الديمونستريشن، يعني كيفية رفع الصور في المسابقة، وقد رأينا الموقع الولوجي اللي موجود في ويكي كومنس، كيفية المشاركة في المسابقة، عرفنا يعني ما معنى ويكي تهوى إفريقيا، ما هو الهدف منها، وبعض النصائح في هذا الموضوع، يعني في موضوع يعني الجائحة التي نعيشها، جائحة الكورونا، وهو أنه لا يجب علينا أن نتوقف وأن نخاف من هذا الوباء، أن نواصل نشاطاتنا بطرق تحافظ على سلامتنا وعلى صحة الجميع. وأشكركم على الحضور، وإذا كان عندكم أسئلة باقي لنا وقت ممكن أن تطرحوا أسئلتكم حاليا. ألو مرحبا سمر. دلوقتي أنا اشتركت في المسابقة بصور من كينيا. أوكي، بس لما جيت اخترت البلد كتبت ايجيبت على اساس ان انا يعني ببعت الصور ان انا في مصر. تمام،
كده المفروض ان انا ادخل اغيرها اخلي بدل ايجيبت اخليها كينيا؟ هي الصور من كينيا؟ اه صورها في كينيا. اوكي. ان اوري لك ازاي يعني تغيري التصنيف. لا انا عارفه، انا عارفه التصنيف، بس انا عايزه رمز رمز البلد بكينيا، الرمز بتاعها ايه؟ يعني انا ايجيبت بيبقى مكتوب اي جي، ممكن اشيل الاي جي واكتب مكانها ايه؟ كينيا. انا مش عارفه كينيا اكيد يعني. هي عموما لو واحد عايز يدور على الصور بتاعته، يعني لو في يعني احد المشاركين يريد ان يبحث عن الصور التي قام برفعها، يعني كلكم تعرفون، والذي لا يعرف يضغط على هذه قائمه الملفات التي تم رفعها، يعني لا تنسوا هذه النقطه. ماشي. عندما نضغط على المرفوعات او ابلودز، مثلا هاي الصور التي رفعتها الان، وها هي الصور التي رفعتها في الايام التي مضت. يعني لو نضغط على الصورة التي رفعتها الآن، نضغط عليها هنا وخلينا نشوف ما هي التصانيف وأين نجدها وأين هي. نخلي الصورة تظهر قليلا، أعطيها وقت يعني النت شوية بسيط، أو ننزل إلى تحت إلى تحت إلى تحت. أوكي تمام ممتاز. كلكم تلاحظون هنا image from Wiki Love Africa 2020 in Algeria. تمام. لو ضغطنا على التصنيف، يعني هنا نضغط على التصنيف، ماذا نرى هنا؟ image from كل هذه صور اللي تم وضعها تحت هذا التصنيف، يعني الجزائر. لو نرجع إلى الوراء، أين نرجع؟ مثلا نرجع هنا، نعيد ونضغط على ويكيلوف from Algeria. أين هو التصنيف؟ أوكي. هل سمر أنت شفتي هنا يعني ويكيلوف Africa 2020 by country؟ أي نضغط عليه وعندنا كل الصور، يعني نيجيريا، سنغال، تونس، ألجيريا، البنين. أين هي البلدان الأخرى؟ أوكي. باي كونتري، إيفنت باي كونتري. أوكي نجرب هنا. المهم أنا يظهر لي إن صور حول كينيا غير موجودة على ما أظن. أنا كاتبة إيجيبت. أنت كاتبة إيجيبت، حتى إيجيبت مش باينة هنا. لا أكيد موجودة في. عندي اقتراح. عندي فكرة، هناك فكرة أخرى يعني. مثلا يعني تعيدي ترفعي الصور، يعني ممكن إحنا نفعل طريقة رفع الصور. لما نفعل طريقة رفع الصور ممكن يعني يكون عندنا التصنيف المناسب هنا. نضغط على Upload Now. ونحط أي صورة يعني، ولكن لا نواصل في ال... ما نواصلش في ال... يعني نختار الصورة هذه مثلا طائرة. أنزلها تاني نفس الصور. يعني مثلا نستمر. لا مش نفس الصورة يعني، المهم يعني أنا في المرحلة هذه عايز يعني أعرف إيه هو التصنيف. لم يتم اختيار البلد هنا. قلتي كينيا. كينيا. هاي كينيا. أيوه. هي عموما تنزلي صورة أخرى أو تختاري نفس التصنيف. نفس الصورة وتنزليها مرة أخرى، وإذا نزلتيها مرة أخرى يقول لك يعطيك يقول لك هذه الصورة موجودة من قبل في الموقع. يعني أنا أنصحك يعني أنك
انا عارفه انا عارفه انا عارفه ممكن اغير البلد ازاي، بس انا عايزه الرمز بتاع كينيا بدل ما اكتب الايجي اختصار ايجيبت، عايزه الرمز بتاع كينيا يعني. لو تروحي جوجل يعني رمز، طيب هدور مثلا بس كينيا، هدور بس اكيد عليك. تمام. اكيد لازم اغير اسم البلد من ايجيبت اخليها كينيا. من المستحسن كدا. عشان الصور تم اخذها من كينيا. طب كده هي الصور هتتنقل تروح مع الصور بتاعت كينيا، مش هتبقى مش معتبرينها من مصر، هتبقى تروح في الصور بتاعت كينيا وانا على ما اظن فيه لجنة تنظيم في كينيا كومنس في هناك في لو فيه لجنة تنظيم في كينيا مثلا local event ما فيش كينيا ما فيش موجود كينيا لا موجود نظن انه موجود كينيا في فريق تنظيم كينيا فين كينيا كينيا عندك في فريق تنظيم موجود فريق تنظيم يعني هناك مسابقة محلية في كينيا يعني لو كانت الصورة يعني ذات جودة واختارها اللجنة المنظمة سوف تفوز بالمسابقة المحلية طيب وممكن يعني تفوز حتى بالمسابقة العالمية إذا كانت ذات جودة المهم يعني طيب. مفهوم ماشي شكرا تمام شكرا شكرا رمز كينيا هو أظن هو كده يعني أنا بعته لك هنا ممكن أفتح أي صورة من كينيا أشوف ممكن أفتح أي صورة وأشوف الرمز بتاعها ولا هنا كينيا أنا بعت لك الرمز كينيا K E N طيب شفت اوكي هل عندكم اسئله اسكت على عشان بدنا نروح غرب عشان طلع تتكلم عشان احمد انا عندي سؤال لو سمحت هو مختلف بس شويه عن المسابقه لان انا ما حضرتش من الاول بس كنت يعني عندي استفسار عن اللي هي المؤسسات الخاصه بالويكيبيديا زي مثلا ويكيميديا الجيريا او كده بشوف دايما في ايفنتات بتكون انترناشونال خارج مصر مثلا او في الدول بشكل عام بس بيقول عشان تبقى اليجيبل للحضور لازم تكون في مؤسسه خاصه بالويكيبيديا مثلا فاليه مثلا الاشتراك في المؤسسات ديت يعني انا متطوع وعضو في مؤسسات كتير جدا ليها انشطه مختلفه فانا اسف طبعا ان السؤال مختلف عن سياق الويبينار اتفضل لا معلش مرحبا شكر جدا اولا عندي سؤال انت من اي بلد انا من مصر يا مرحبا اهلا اهل مصر ربنا يكرمك هو حاليا في مجموعه مستخدمين يعني المجتمع ويكيبيديا والمجتمع ويكيميدي ولكن ممكن يعني تشرح لك سمر اكثر مني يعني عشان هي ايضا من مصر مجموعة مستخدمين في مصر يعني النشاط بتاعها قليل شوية يعني والمؤسسة يعني مجموعة مستخدمين في مصر لو أنت عايز يعني تنضم إليها يعني ممكن نعطيك أسماء وتتواصل معهم اكيد طبعا اخدت على فكره المساق اللي هو كان اتعمل في ويكيميديا الجيريا الاونلاين اللي كان من فبراير ليونيو 2018 اخدته وجبت كمان نتيجه نهائيه 90% في الحمد لله وان شاء الله هتكون استفدت
استفدت جدا طبعا منه وعرفت معلومات. انا كان طبعا عندي باشن كبير جدا دافع ان انا اعرف عن الويكيبيديا والكتابه، والحمد لله الكورس ده كان مناسب ليا جدا ساعتها. المهم ان شاء الله يكون في، سوف ننشر يعني نسخه ثانيه ان شاء الله هي قادمه، ويكون وتكون عليها تركيز كثير. يعني حاليا يعني الاستعمال ازداد في الهواتف النقاله، وسوف يكون التركيز على الهواتف النقاله. المهم بخصوص يعني المشاركه، يعني ممكن انك تبقى على اتصال، يعني هناك طرق للتواصل. هناك المجتمع الويكيبيدي عنده صفحه في الفيسبوك، ممكن تتواصل معهم. اظن انك تعرف صفحه المجتمع الويكيميدي الويكيبيدي. قد اضفت يعني صفحه الميتا نتاع ايجيبت يوزر جروب الشات. رشيد ممكن تضيف اذا كان عندك فيسبوك امامك، ممكن تضيف للاخ احمد، تضيف له صفحه المجتمع تاع ويكيبيديا، الصفحه العامه. الصفحه العامه انت واخا داكو تعرفها؟ شكرا. الاخ احمد ممكن تتواصل مع المجتمع، هناك نشاطات كثيره، واذا كنت عايز يعني تتصل مع اشخاص يعني من مجموعه المستخدمين في مصر، ممكن تتواصل معي، ممكن اعطيك يعني. اوكي انا موجود في فيسبوك. تمام. او على البريد الالكتروني. تمام، شكرا جزيلا لك. او في الويكي مساء اتصل بي مباشره، ابعث لي مسج. اوكي تمام. اوكي ان شاء الله اعطيك كل التفاصيل باذن الله تعالى. شكرا جزيلا لحضرتك. هل هناك اسئله اخرى؟ ما تنسوش المسابقه تخلص في تنتهي في 15 فبراير. مرحبا بكم بالمشاركه المسابقه، نضيف يعني محتوى في هذا الاطار. اخ باشمهندس، سؤال بسيط. تفضل. فقط يعني المعلومات، يعني المينيموم ديال المعلومات عند رفع الصور، المينيموم عنوان الصوره، البلد مثلا. البلد مهم، والعنوان يكون معبر يعني بصفة جيدة، والبلد وأي معلومة أخرى مرحب بها، يعني كالتموقع الجغرافي. ولكي يعني تطمح أن تفوز هذه الصورة، هناك كل التفاصيل في صفحة الولوج، وكذلك يمكن أن نضيف بعين الاعتبار يعني الطريقة التقنية لأخذ الصورة، يعني أن تكون الصورة يعني كيف نسميها سبيشال، يعني سبيسيال، يعني صورة يعني تكون معبرة جدا عن الموضوع، موضوع إفريقيا، والصورة تكون فنية، يعني المستوى الفني يكون فيها مرتفع لكي تنال إعجاب يعني لجنة التحكيم، إذا كانت يا إما المحلية أو العالمية. يعني هذا في حالة ما إذا يعني أراد الشخص أن يفوز بصور، أو إذا أراد أن فقط أن يشارك في المسابقة، يعني من المستحسن أن تكون صور معبرة جدا، وأن لا تكون أي صورة يعني من نوع آخر، يعني أن تكون صور يعني أن يفكر فيها الشخص لما يضع الصورة في الموقع، وليس فقط في ويكي تهوى إفريقيا، يعني في أي مسابقة، أو فقط لو أراد أن يساهم فقط خارج إطار مسابقات، أن يفكر في شيء واحد، أن هذه الصور سوف تساهم يعني في إثراء مقالات في الويكيبيديا، سوف تساهم في إفادة يعني المتصفحين في موقع ويكيميديا كومنس، أن تفيدهم هذه الصور، الصورة تكون معبرة جدا أو تفتح موضوع جديد في الموقع، أن تساهم في بناء مقالات جديدة. يعني إحنا كثير يعني مثلا نضع صور في الموقع ويكيميديا كومنس، وسوف تظل في الموقع حتى يأتي مثلا سنة أو سنتين أو 3 سنوات بعد أن وضعناها، يأتي شخص يكون قد أنشأ مقالة، وماذا يفعل؟ يبحث في الموقع كومنس ويجد هذه الصورة،
ويضيفها في المقالة أو يقوم بتعديلها ويأخذ منها يعني جزء من الصورة، وتكون في الأخير كنتيجة يعني مقالة جيدة، وتضيف لها هذه الصورة تضيف لها كل الجمال وتضيف لها كل التعبير، ويعني صورة واحدة ممكن أن تعبر على كل المقالة. وإحنا عموما يعني لما نقوم بالبحث في مواقع البحث في جوجل، يعني أول شيء نضغط عليه أنا شخصيا أضغط على على زر الصور، يعني الصور أحيانا يعني تساعدني جدا في العثور على المقالة، وليس يعني زعما إذا كانت صورة جيدة أذهب مباشرة إلى المقالة التي تحتوي على تلك الصورة الجيدة، وهذا له معنى كبير. يعني يعني غير المهم يعني أن نضيف معلومات يعني كأقصى حد من المعلومات لكي نتمكن يتمكن المساهمون من إيجاد الصور. فقط لأنني كمنظم يعني لا نريد أن نثقل يعني المشاركين، خصوصا أن أغلبية المشاركين جدد على هذا يعني على ويكيبيديا، وعلى يعني لا تريد أن تثقل عليهم، ويعني تريد تخفيف ما أمكن، فقد تقول له مثلا كمنظم يعني العنوان الكومنتار يعني لأن وصف مثلا للصورة. نعم. العنوان وصف الصورة. نعم. والتصانيف سوف تضاف أوتوماتيكيا. نعم. لأننا البلد مهم جدا. نعم. لأن مثلا يعني كتوجه لي بزاف الأسئلة. نعم. يعني الكثير من الأسئلة حول هذا، فلا أريد مثلا أن أقول لهم أدخل كذا وأدخل كذا، فيعني أن هذا البروسيس أو كذا يعني كثير على شخص مثلا جديد، أو فقط تقول له سجل، أن يتسجل، أن يكون له اسم يستخدم لكي يرفع الصور، ثم عنوان الصورة، فالبلد، ثم الكاتيجوريزيشن يعني راه اوتوماتيكمو يعني خاص بالمنظمين هم الذين سيقومون بهذه القضية هذه. لا بالعكس، شوف قد من سهل قد ما نسهل على المنظمين قد ما تكون المسابقة رائعة جدا. نعم. ونقطة أخرى، ما نظنش باللي يعني هذه الأمور يعني ثقيلة، وأنا معك في تسهيل المسابقة على المشاركين الجدد، ولكن ما نظنش باللي المشاركين الجدد هذا إذا كانوا يعني متلهفين يعني المشاركة في المسابقة ويريدون أن ينالون الجوائز. نعم. فهذا ليس بالأمر الصعب عليهم، يعني نعم. ممكن يعني يضيفوا تصانيف أخرى. سؤال آخر، مثلا شخص يستعمل مثلا الويزرد أبلود يعني اللغة باللغة الإنجليزية وأدخل العنوان باللغة العربية، يعني ما في مشكلة ياك؟ ليس هناك أي مشكلة. ليس هناك أي مشكلة، يعني هذه الأمور يعني موجودة يعني في كثير من الملفات في الموقع كومنس، ويعني ليس هناك أي مشكلة. نعم شكرا، فقط لتأكيد لأن عندي هذه المعلومات ولكن أريد أن أؤكد يعني كونفيرمي. شكرا. هو في تسجيل للويبينار ديت يعني، او في تسجيل ممكن تشير لنا اللينك على؟ احنا حاليا بنسجل ويبينار، كلكم موافقين على التسجيل يعني سوف يتم نشره في اليوتيوب مستقبلا. تمام ان شاء الله. شكرا. لا اجد، لا اريد ان اشارك مع الاخ من مصر اللينك ديال اليوزر فيس، لا اجده. واش ديال ويكي لوفز افريكا او المجتمع؟ المجتمع الويكي الموقع، لا الفيسبوك، صفحة الفيسبوك لا اجدها، اريد ان اشاركها. عندك صفحة الفيسبوك للمجتمع العربي؟ المجتمع العربي لا 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 أجدها هنا. المهم الأخ أحمد، أنت عضو في مجموعة المساق؟ بالضبط. أوكي، ممكن يعني أنت شايف يعني اسمي؟ هشوف حالا، هعمل بحث يعني إنه أنت عارف؟ يعني هو انا اللي مش مراكز، اعتقد ان انا عندي الادمنز. الادمنز انا شفت قبل يعني كده انا عندي اكتر عدد من البوستات، يعني انا ادمن في المجموعه، ممكن يعني
يعني تلاقيني بسهولة، يعني مش مشكلة، ابعت لي مساج أو حط يعني الرسالة تاعك مباشرة في المجموعة وأنا أجاوبك، خلاص ما تمام فيش ان شاء حتى الله مشكلة. بإذن المهم الله عندنا تعالى. نقطة تواصل، يعني ممكن نتواصل ما فيش مشكلة إن شاء الله، تمام، مرحبا بك. شكرا جزيلا يا شرف. ولي كذلك. يعني ملاحظة أخرى، تذكروا هذه النقطة هذه اللي اسمها رخص المشاع الإبداعي، والتي هي تمثل يعني تعبر عن الرخص التي سوف ينشر بها المشارك صوره، يعني كأنتم كمنظمين يجب التركيز على هذه الرخص لكي يفهم جيدا المشارك يعني في أي رخصة سوف يشارك بها صور. هناك بعض المشاركين سيظنون أن صورهم تبقى ملكا لهم عندما يشاركون في المسابقة، ولا يظنون أن الصور سوف تدخل يعني في المجال يعني تاع للمشاع الإبداعي، يعني أن الصور سوف تفقد يعني الكوبي رايت اللي هو تبعها. يجب التركيز على هذا جيدا. ونحن نشكركم جدا على الحضور، ولنبقى على تواصل، عندكم الفيسبوك، عندكم التويتر، عندكم الإنستغرام، وأي سؤال من الأسئلة يمكنكم أن تطرحوه علينا شكرا لك. في صفحة ويكي لوف أفريكا الموجودة في الفيسبوك أو أي مكان آخر. وإذا أردتم التواصل معي يمكن أن تتواصلوا معي على تويتر مثلا، هنا وضعت لكم تويتر، حتى تويتر ممكن تتواصلوا معي، أو لا عفوا هكذا جيد. أشكركم مرة أخرى، و أريد هنا عند نهاية هذا الويبينار أن نترحم يعني وأن يعني نفكر يعني في كل هذه الضحايا تاع الجائحة هذه، ونترحم عليهم يعني واحد واحد، و أرحمهم. يعني نتمنى أن ينتهي هذا الوباء يعني بأسرع وقت ممكن، وأن كل واحد منا يكون على خير، ونلتقي في ساعة خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. إن شاء الله. وأشكركم كل الشكر، وممكن أن أتلقى سؤال أو أي واحد يريد أن يعلق أو يضيف تعليق قبل أن ننهي المقابلة. إذا كان واحد يمكن أراد أن يضيف كلمة، مرحبا به. تمام، إذن سوف ألقاكم على خير، والسلام عليكم وشكرا. السلام عليكم.